ورجعنا نتواصل معاكم من بعد هذه الساعة اللي خليناها في العالم هذا الصباح، ومع المؤشر ورجوعا بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع قدوم العام الدراسي الجديد، لابد من القيام بعدد من الخطوات المهمة والتحضيرات الأساسية سواء من جانب المدرسة أو الطلاب. التركيز على تهيئة الطالب نفسيا بدنيا عقليا عشان عودته أو رجعته مثل ما يقولون إلى مقاعد الدراسة بروح جديدة وبنشاط وحيوية وهمة عالية، هي أحد الأهداف الرئيسية لاستقبال فصل دراسي جديد وجودة تعليم أجود. أكيد يا هاشم، أكيد مشاهدينا كذلك. حول هذا الموضوع نلتقي بالخبيرة التربوية والاستشارية الأسرية دكتورة أحلام خطاب. أهلا مرحبا فيك وصباحك خير. من صباح الخير يا كويت. يا صباح الفل. يا صباح الخير. الله يحفظك دكتورة أحلام. لو نتكلم ونقول عن التهيئة والاستعداد النفسي والبدني والذهني للطالب، مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة وما يعني ما بين المدرسة، والعملية التعليمية لها دور كبير ودور إيجابي. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح احاول اصيغ يعني بعض المعايير او بعض العبارات اللي ممكن الكل يفهمها علي. التهيئه النفسيه خطر وايد وخطا كبير ان نقول ان التهيئه النفسيه يهيئ لها الطالب قبل اسبوع او قبل شهر او قبل شهرين. التهيئه النفسيه على مدار اعوام، يعني ما نقول والله باكر ولا عقب باكر ولا عقب شهر اكو مدرسه فخلينا نستعد الحين وننام باكر ونجهز حق المدرسة ونستعد لثاني يوم ولا ثالث يوم. هذا طبعا ياخذ عشان اقدر أوخر الطلاب أو الأبناء عن بعض الهبتس أو العادات التي حصلت أثناء فترة الإجازة أحتاج إلى وقت على الأقل 3 أشهر سابقة لذلك. طبعا إحنا كخبراء بنحاول نكون الموضوع على مدار سنة، لكن للأسف لضيق الوقت ولو أن الإجازات أيضا تختلف ما بين بعض المدارس وبعض الأباء والأمهات، الكل بيأخذ إجازة بحسب دوامه أو بحسب عمله، فيصير نوع من أنواع نقول اللخبطة في حياة الأبناء عند العودة للمدارس. بعض الناس يكون عندها إجازات للأسف تكون على باقتراب الصيف، البعض يكون قبل الصيف، البعض يكون بالربيع، لكن خلينا نتكلم بشكل عام فيما لو كانت الإجازة بشهر مثلا 5 أو 6 وعندك أنت بشهر 9 العودة للدوام. المشكلة بالتهيئة النفسية أنه الأبناء وكأنهم افتكوا من شيء اسمه دراسة. يقوم الطالب يسهر حتى الصباح حتى الفجر. هذه المرحلة اللي أنا ما أحبها. نعم. وما أفضلها. ليه؟ لأنه الطالب للأسف ما اشتغلنا على أنه يكون في عنده حب للدراسة لذات الدراسة نفسها، لأنه أنت بحاجة ليكون عندك مخرج، لحاجة ليكون في عندك نوع من أنواع الإنتاجية والإنجاز، إنجاز وتفاعل مع المجتمع. هو قاعد يفكر مثل ما بيفكر المجتمع بأكمله، أبي المدرسة عشان درجة، أبي الدرجة عشان أدش الجامعة. وهذا شيء خطر، هون قتلنا شيء اسمه الرغبة والحب للتعليم. هذا بحاجة إلى تهيئة نفسية أخرى أيضا من قبل الأم والأب. لذا دائما نكون هناك فرق بين من يتعلم ومن يهوى العلم. فرق كبير لما الطالب يتعلم من أجل الشهادة ومن أجل فقط أنه يحصل على وظيفة معينة أو منصب معين وبالتالي معاش معين، وهذا اللي قاعد يصير للأسف في أذهان كل الأبناء. قتل الإبداع للشغف للحب لغيره من هذه الأمور. هذا اللي كانوا أجدادنا يتعلمون لأجله، لأنه أنا أبي أتعلم، أبي أختص بهذا المجال لأنه البلد بحاجة إلى هذا المجال. هذا بحاجة إلى ربط من جميع المؤسسات التعليمية، المؤسسات الحكومية في الدولة، غير الأسرة، الأسرة، طالب، المدارس، الجامعات، إعادة النظر في معايير القبول لدى الجامعات. هذا للأسف الشديد يدمر بعض الطلاب من الداخل لما يكون في عنده شغف من أجل الدرجة لا من أجل المادة العلمية نفسها، وشغف من أجل حاجة السوق لا رغبتك الداخلية في تعلم هذه المادة. السوق بحاجة إلى مثلا أمن سبرالي، السوق بحاجة مثلا إلى مهندسين نفط، السوق بحاجة مثلا إلى معلمين. نعم. أركض وراء هذا التخصص لأن هذا التخصص الدولة بحاجة إليه وأنا مش رغبان فيه، ولكن هو يحقق لي منصب معين. حصلنا على شق التعلم لكن ما حصلنا على شق الشغف الداخلي. الله. والرغبة في الإنجاز اللي أنا أبيها من أي مواطن على هذه الأرض أو أي أرض في العالم. نعم. أنت تعمل مش لأجل فقط المعاش، مش لأجل المال، المال وسيلة، لكن تعمل لأنك أنت بحاجة لأن تخدم هذا البلد بحب المواطنة الحقيقية. ومع قرب أيامنا اللي راح نحتفل فيها بعيد الاستقلال، أنا قاعد أقول حق كل الطلاب ما تفكر أن المواطن أرفع العلم وأقول تحيا الكويت وأحب الكويت. كلنا نحب ثرى الكويت، كلنا نعشق البلد اللي حضنتنا وعشنا فيها. صحيح. ولكن ماذا قدمت لهذه الدولة؟ قدمت الولاء، قدمت الانتماء، قدمت الحب، قدمت الشغف في الإنجاز، في العطاء، بالتفاعل اللي الدولة فعلا بحاجة له. لما نقول أبنائنا وفلذات أكبادنا نعنيها، هذه الأرض بحاجة إلى هذول الشباب. لذلك بحاجة تهيئة نفسية يعني وايد لها مجالات. نعم. تبدأ من الأم قبل كل شيء. نعم. يعني أنا أتمنى من كل أم تستغل هذه الفترة، هذه الوقت اللي فيها الأولاد راح يطلعوا يقحصوا بالشوارع ويهتفوا ويقضوها بالشاليهات حب في الوطن. هذا جزء يسير أو ظاهري شكلي
للتعبير عن حب الوطن. علميهم تاريخ هذا الوطن، علميهم ماذا فعل هذا الوطن، علميهم ماذا قدم، شو نقدر نقدم للوطن. لاحظي مرات للأسف بتصير حوادث، ايش صار فينا مشاكل، هذه بعض الظواهر السلبية. بالضبط دكتورة، عندي تساؤل بصراحة من خلال كلامك، يعني استنتج هناك استراتيجية أنا أقدر أعلمها حق طفلي منذ نعومة أظافره من التأسيس، رغم صحيح. هناك بعض المفردات نستخدمها، عندك واجب لازم تدرس، إن ما درست ما راح تطلع من الأوائل خصوصا بالمراحل الأولى صحيح. كل الأطفال يبون متفوقين، كلهم يبون يتم تكريمهم من قبل الإدارة، أنت قلتي لازم يكون شغف وحب وليس واجب صحيح. شون أنا أزرع الحب والشغف في أبنائي؟ أبي أتكلم عن التأسيس المرحلة الأولى. انزين الحين في مراحل الاولى ابتدائي الى صف خامس نحتاج دائما او الروضه، لان الروضه ما اعول عليها وايد، لانه الاهم منها هي مرحله اولى وثانيه وثالثه، اللي هي مرحله نقول تفاعل اجتماعي مع البيئه، بالاضافه الى اكاديمي او تربوي. هون دور الام، مش دور الخادم، أوكي. دور الام ان هي تحاول تساعد الابناء على التعلم. التعلم هو عباره عن ربط ما بين المعلم وولي الامر مع بعضهم البعض. ما اقدر انا، لا انا ما بايد كانسانه تربويه، وللاسف يمكن هذا الشيء مخالف لبعض الاراء التربويين، ما بايد لا الامتحان ولا بايد الواجبات. نعم، لانه هو مش التقييم الحقيقي للابناء. لو تلاحظي بعض الابناء لما يتقدم للامتحان بصير في عنده البانيك. طيب بس كيف اقيم دكتوره؟ يعني هناك طاقات وهناك في نسب ذكاء، في وسائل وايد، لكن انا ما راح اقيس على المراحل الابتدائيه، لانه المراحل الابتدائيه لسه انا ما علمت علشان اشوف المحصول. فانا المراحل الابتدائيه احتاج تفاعل ما بين اداره المدارس وما بين الابناء وما بين الامهات، بالذات الامهات ويعلموا، لكن ما اعلم قسوه، لكن ما اعلم بقوه، لازم اعرف واؤمن انه في شيء اسمه قدرات صحيح عند ابنائي. في طالب ما بيقدر يمسك القلم ويكتب، في طالب ما يحب يكتب، في طالب ما يبي يتعلم. انت لازم تعلم شغف التعليم هذا، لازم الام تعرف ان انا ما بعلم عشان ابي كمان انت تنجح وتجيب درجه. هذا تبي كل الامهات بصراحه، طبعا كل الامهات يبون درجات عاليه، ما بيعجبهم لا الدي ولا السي ولا البي، يبون الايات صحيح. هذا خطر، لانه برجع اقول لك، لانه هو مفهوم وظاهره مجتمعيه، بس هي قدرات بالنهايه. صح طبعا، هي قدرات وامكانات، لانه في بعض الطلاب احنا اكتشفنا انه لما بنشوف الطالب عسر الكتابه عسر القراءه الديسلكسيا، من وين بدات انه الامهات بيضغطوا على الابناء، فالولد بيكتب بالمقلوب او بيكتب المشربك او بيكتب البي دي، يكتبون وهو يبكون بعد دكتوره ما يعرف. وانا اسف اني اقول في بعض الاهالي بيضطروا للضرب مرات والعقوبه النفسي، ما اديت واجبك ما انت رايح معي مثلا شوبينج، ما اديت الواجب ما انت طالع الشاليه، ما انت اديت الواجب ما راح تطلع مني، ما راح تشوف تلفزيون، مع انه عنده موبايله ويقدر يفتح ويفتش ويسوي اللي يبيه. العقوبه بهذه الطريقه، انت عاقبتي على شيء زين، انت عاقبتي على شيء بدون ما تحكم هل قدراته هو كذي حقيقية، هو قادر أصلا ولا مو قادر. هون بحاجة للأمهات يكونوا هم الخبيرات التربويات بأبنائهم. إحنا بنراجع مرات الهيستوري تبع العائلة، إذا كان في أحد عنده عسر قراءة عسر تعليم، إذا في حدا مثلا من الأباء مفهوم الأباء للتعليم والأمهات والجدود. يعني في بعض الأباء بيقول لك أنا ما بدي ودي حتى ولدي بس يفتش ويقرأ ويكتب كافي، ما أبي أكثر. في أمهات تقول لك لا هو يبي، لكن هو ما عنده بسموه القدرة على الاستمرار إنه هو يتعلم. هون يبيلهم طولك بل يبيلهم خطة مدروسة من قبل بعض الاختصاصيين، وبرجع بقول لك مش كل الاختصاصيين ممكن يعطيك، لانه في شيء الحين ظهر علينا اللي هي الاي كيو تبع الاي كيو تيست، نعم ويكسلر وبيني وفي عندك لايتر، في كثير عندنا مقاييس كل صحيح. واحد بحسب عمره. انا مرات بقول للامهات مش كل الامهات متعلمات عشان يقدروا يقيسوا الاي كيو ويقيموا الابناء من خلال، لانه الذكاء شيء والتعليم شيء ثاني، مو قادرين يفصلوا الامهات بين انه انت بتتكلم عن ذكاء اجتماعي، يا عمي ما له دخل تفاعلي الله. ما له دخل بعمليه الكتابه والقراءه، هذا شيء وهذا شيء صحيح. مجتمعنا لا يبحث عن الرجل او المراه التي تعشق الروتين، المراه المبدعه في الكتابه والقراءه، احنا نبحث عن ناس متفاعلين اجتماعيا صحيح. يقدر مبدع، يقدر يفكر، يقدر ينتج، يقدر ياخذ يعطي، هذا كله ببين من عمر اولى ابتدائي وثاني ابتدائي. في بعض الامهات تخفي عن اداره المدرسه انه الابناء عاجزين. هلا احنا مرات بنعمل مثل دايجونستيك، مقياس بنشوف من خلاله الطلاب ليه ما عم بيجاوبوا صح، ليش ما بيعرف. حتى في بعض الحالات قمنا نسوي لها امتحانات اللي هي ضع صح وخطا. نعم. في ناس يحطون صح وخطا بس كذي عشوائي عشوائي بس لانه يبي ينجح، وممكن غلط يعني شير مثل ما يقولون شير صحيح. وفي ناس لا تدرس، لانه هذه اصعب، تعطي اجابه صحيحه ترى، اصعب من التحرير من الكتابه، لانك بحاجه لتفكر باربع اجابات، مين الاقرب ومين الاصح ومين الافضل عشان تكتبها. فهي طبعا شلون هي بتتم العمليه؟ تتم مسبقه. نعم، الصيف فتره جميله جدا، انه خذي من هالصيف اقتطعي بهالصيف يوم غذي. كل اسبوع غذي يوم واحد، نعم
أعطيه كتاب يقرأه، أتحدى إذا الأميات بيعطوا، بطلوا مثل أول أمياتنا ما كانوا يقولون أقرأها القصة وأتلوها على راحت أيام المكتبة الخضراء دكتورة أحمد. ماكو والله سلسلة أنا كنت أحبها كنت جنن. ما عاد صار التعليم عبر التكنولوجيا عبر الموبايل أو عبر اللابتوب وهذا مش صح. والتعليم أحيانا دكتورة أحمد يمكن توافقين الرأي يحتاج أحيانا تفاعل، يحتاج انتر أكشن. طبعا. إنزين هذا يأخذني حق موضوع مهم جدا جدا جدا. اليوم أنا كأب لازم أنبذ شغلة واسم العار إنزين اللي أنا أخاف أصارح في إدارة المدرسة. صحيح. وأبيش توضحين حق الآباء والأمهات. نعم. إن أنا ولدي مثلا أو بنتي لا سمح الله عندها صعوبة تعليم أو 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 عندها ديسلكسيا أو أو غيره من هذه الأمور، يفترض أن الإنسان يكون صريح إلى أبعد درجة مع إدارات المدارس عشان يرتقون بمنظومة أفضل. صحيح. فوق هذا وذاك سياسة العصا والجزرة ولا عليها الدهر، يعني أكل عليها الدهر. نعم. وشرب. نعم. في سياسات جديدة. صحيح. للتعليم ما بنسمع عن هالأشياء هالنصائح الحلوة دكتور أحلام، أنا مستأنس ترى الله يرديمها عليك يا رب. الله يسلمك. طبعا مثل ما قلنا هو مبدأ العقاب، أنا ضد مبدأ العقاب خاصة في التعليم، لأنه أنت قاعد تعلم عشان تربي شخصية. صحيح. تعلم مو عشان أهدم شخصية. بالضبط. أنت بتطق راح يتعلم ويخاف فياخذ المعلومة بطريقة تخاف. قاعد تصبون فعالاتها سواء الأم، إحنا قلت إيش الأمهات يصبون فعالاتهم عند ما نقدر إحنا نعصب، إحنا الحريم نعصب. إي نعم. ما كتب عدل نعصب، وهذا ما نضبط أعصابنا الحين. أول شيء قياس، أنت يا أم لازم تفكري أنه أنا قاعد أختبر مستوى ولدي بيني وبينه عشان أشوف شنو عطاءه، يقدر ولا ما يقدر. هلأ ممكن أول مرة يكون دلع، في حالات تكون دلع، في حالات يكون الطالب مش مهيأ ومش نايم عدل ومو ماكل عدل. هذا بعد رح يبيلها بعد وايد حكي فيها. إنزين الحين لما أنت جبتي واجب، هلأ كمان أنا للأسف ألقي اللوم على المدارس اللي تعطي 20 و30 مسألة حق الطالب. هذا مو صح، قللوا من الواجب. ما رح يقدر. ما راح يقدروا. هي فيها ميزة واحدة، تكتشفي إذا الطالب عنده صعوبات تعلم أو لا. صعوبات التعلم من وين نشأت وكيف موجودة داخل البيت صعوبات التعلم؟ لا، كلنا مثلا ليش بتقول في عندي أدبي في عندي تجاري وعندي علمي؟ ليه؟ لأنه في طلاب ما عنده شغف وعنده رغبة في تعلم مثلا الجبرة أو الكالكولوس الله أو الفيزياء. الله. في طلاب يقول لك هذه بالنسبة لي بزل لغز أحب أحلها. الناس ما تحب العربي والقواعد، يقول لك أنا أعشق القواعد. هذه صعوبات تعلم. أكو ناس تحب هذه المواد وتبدع فيها برغبة، وأكو ناس تقول لك عندي صعوبة في تقبل أو فهم المعلومة أثناء الشرح وإعادة استرجاعها. هي المعلومة عبارة عن شنو؟ أنا أخذ الحين وأرد استرجع لما أكتب الامتحان. صح. يصير البانيك، يصير الخوف، يصير صعوبة التعلم. صعوبة التعلم مش وراثة، اللي أبا أقول حق كل الأميات، ما هي مش وراثة، هي شيء مكتسب. انت تدربي ولدك على انه هو ما يكون عنده صعوبه القراءه او صعوبه التعلم او صعوبه تلقي المعلومه. في طلاب للاسف اللي هم احنا بنسميهم ADHD اللي هم كثير هايبر، فرط حركه وفرط نشاط ولكن قله التركيز. هؤلاء الابناء لهم نظام نوم مختلف، نظام غذاء مختلف، نظام تعامل نفسي مختلف، لانه قدرته على العطاء والاستمرار والجلوس امام المعلم امام السبوره اللي قهرت الطلاب وبطل طالب يتحمل ظل مكتف مثل كذي ويسمع على التيتشر، هذا انتهى. ما يقدر. هذه الحاله يحتاجون ساعات تدخل دوائر اسبريدول وغيره من هذه الامور. هذول ربع ساعه ثلث ساعه مستحيل الطالب يقدر يكمل عقب. مستحيل. الام نفس الشيء تقول لك ولدي شيطان ما يقعد ما يجابل، هو طبيعته كذي، لكن انت ساعديه على انه الطالب يحب الماده العلميه. شفتيه بكره الفيزياء مثلا، هو ما اكبر احد بكره الفيزياء وفي انه مو قادر افهمها، فتشفتشيها حليها، لا تدخلي مدرسين من برا، قعدي حتى لو جبتي مدرس ولا تفقهي بالفيزياء او بالجبر، انت حلي المساله مع الطالب. دكتوره قلتي كلام جميل واتمنى انا التقي فيك مساحه حواريه يعني اكبر. بصراحه اليوم الرساله اللي وصلتيها لجميع اولياء الامور، خلوا الدراسه كلعبه البصل. انه يلعب يفتش يفهم، وليس تعليم من اجل العلامات. بالضبط. والعلامات ده اغلب اولياء الامور او الامهات بالذات هي اللي تبي الامتياز وليس الطفل. صحيح. ما ادري يعني كلمه اخيره حابه تقولينها دكتوره؟ بنصح كل الأميات أن يرجعوا مرة ثانية لجو الأسرة، جو العائلة، يعني نحاول بالقدر المستطاع أنه نرجع نعمل جو من التفاعل والصراحة ما بين الأباء والأبناء. وأي أم بتلاحظ على أبنائها أنه في عنده مشكلة أو معاناة في التعليم، ما تستحي ولا تخجل، هذه قدرات الله وهبها لكل شخص، بالعكس تنمي. هناك جانب آخر ممكن يكون مخفي عنها، مبدع فيه هذا الأبن، هي مش ظاهر لإلها. مثل ما قلتي، هي مشكلتنا أنه أمه يبون درجات عالية عشان يتباهوا يتفاخروا. صحيح. أنا ما بالتفاخر هذا. صحيح. أنا أبي شنو حاجاته النفسية وشنو رغباته اللي نقدر نحققها، عشان بالتالي هذا إنسان
إنسان راح يكون داخل المجتمع بده يخدم المجتمع بطريقة صحيحة. صحيح. فالأم هي المدرسة مثل ما قالوا، الأم هي الأساس. صحيح. هي المعلم الأول وهي المربي الأول قبل أي شيء. كلام جميل. دكتور أحلام لبنوتش وعد. صحيح. إن شاء الله مع اقتراب خلينا نقول امتحانات الفاينل غير من هذه الأمور، وهذا نبي منك مساحة حوارية تكون أشمل وأوسع نتكلم فيها عن التحضيرات الصحيحة. فعلا. إن شاء الله. قواك الله. يعطيك العافية. حيان. نشكر ضيفتنا الدكتورة أحلام خطاب الخبيرة التربوية والاستشارية الأسرية. فعلا شكرا للدكتورة أحلام، دائما يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني اليوم لازم نعرف الاستراتيجية الحقيقية والصحيحة لتعليم الأبناء. ننتقل إلى تقرير جميل، ستبقى طيور الدار ترفرف بأجنحتها كي تملأ سماء الوطن عزة ومجدا، تغرد باسم الثراء المقدس كي تظل الكويت تاج رؤوسنا وأغنية أرواحنا، تزامنا هذا كله مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أقام مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم الحفل الموسيقي الوطني طيور الدار. مشاهدينا نشوف معكم هذا التقرير.